ساركوزي رئيس الفرنسي الأسبق بيتم محاكمته الآن، وحتى لسه تم إخلاء سبيله منذ قليل. الاتهامات الموجهة إليه إنه دعم حملته الانتخابية من خلال أموال العقيد الليبي معمر القذافي. وإحنا كان معانا في حلقة سابقة أحمد قذافي الدم، ابن عم العقيد الليبي القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وقال بالفعل إنه ليبيا نعم مولت الحملة الانتخابية لساركوزي. شوفوا إزاي قضايا الفساد لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تنتهي يعني. وهنا طبعا تمويل حملات انتخابية بأموال من الخارج تهمة شديدة الخطورة، وبيتعاملوا معاها بهذا الشكل يعني تصيب صاحبها بالعار. تعالوا نشوف القصة أولا، خاصة أنه علاقة القذافي بفرنسا تحديدا لو تلاحظوا كانت أكثر الدول اللي حريصة على إسقاط القذافي بقوة السلاح هي فرنسا. وقالوا وقتها أن ساركوزي عنده حتى انتقام شخصي، يعني كان في كلام، انتوا عارفين الزوجة الأولى لساركوزي كانت نجحت في تخليص قضية الممرضات البلغاريات اللي تم حبسهن في ليبيا، لأنه يعني كان في حقن لبعض المرضى أدت إلى إصابة المرضى بالإيدز وبأمراض مختلفة يعني. وهنا تم حبس الممرضات البلغاريات، نجحت الزوجة الأولى للرئيس الفرنسي في تخليص وتحرير الممرضات البلغارية. سواء بقى بعض القصص اللي تم تداولها في كتب مختلفة يعني أن القذافي تحرش بها أو حدث شيء ما، المهم كان في ثأر شخصي يتعلق بهذه القضية. لكن كمان الأهم من كل ده هو الفلوس، يعني سيبك من كل ده يعني، وأنا كنت سألت فيه حتى أحمد قذافي الدم، لكن الأموال اللي دفعت لتمويل حملة مرشح رئاسي في فرنسا. هو كان وزيرا للداخلية، وفي حملته الانتخابية لما ترشح لانتخابات الرئاسة يبدو أن ليبيا مولته بالأموال، وهنا أخلي سبيله. ده كان تاني يوم يحتجز فيه. تعالوا نشوف القصة بالكامل ونشوف بعدها إيه اللي قاله لنا أحمد قذافي الدم فيما يتعلق بهذه الواقعة. أوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي احترازيا في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007. وكان رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين الذي لعب دور الوسيط بين النظام الليبي والحزب الجمهوري الفرنسي الذي كان يترأسه ساركوزي، أقر بأنه نقل شخصيا 5 ملايين يورو من العاصمة الليبية طرابلس إلى باريس بين نهاية 2006 وبداية 2007، مضيفا أنه قدم تلك الأموال لكلود غيون الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، ثم لساركوزي نفسه. وكان مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق عبد الله السانوسي أكد صحة ما قاله زياد تقي الدين، وذلك خلال استجواب أمام المدعي العام للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في أيلول سبتمبر 2012. وكانت بعض الدفاتر والمعلومات التي تمكن القضاء الفرنسي من استرجاعها بعد مقتل وزير النفط الليبي السابق شكري غانم كشفت عن وجود إيداعات مالية من ليبيا إلى نيكولا ساركوزي. وعثرت الشرطة النمساوية على جثة شكري غانم في نهاية نيسان إبريل 2012 مرمية في نهر الدانوب، فيما أكد بشير صالح الذي كان أحد المقربين من معمر القذافي أن الزعيم الليبي مول حملة ساركوزي. وتعرض بشير صالح إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في شهر فبراير الماضي بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، لكنه نجا من تلك المحاولة. ونحن نتابع هذه القضية تقودنا الذاكرة لكيفية إطلاق سراح 13 ممرضة بلغارية اتهمنا بحقن أكثر من 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز، تلك القضية التي أثارت الرأي العام الليبي قبل أن تنجح زوجة ساركوزي الأولى في إطلاق سراحهم بعد الحكم عليهم بالإعدام، حيث توسطت سيسيليا لدى معمر القذافي ونجحت في إطلاق سراحهم، بل وأخذتهم معها على متن طائرة رئاسية إلى بلغاريا، مما يدلل على مدى التعاون الذي جمع ساركوزي بمعمر القذافي آنذاك.
طيب تعالوا نشوف. لما سألت السيد أحمد قذافي الدم هل مول القذافي الحملة الانتخابية لساركوزي أم لا، نشوف قال إيه. حضرتك اتهمت الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي والذي ربما يكون رئيس فرنسا القادم، هكذا عاد إلى المشهد السياسي من جديد، اتهمته بأنه القذافي مول حملته الانتخابية وأن القذافي كان يستخدمه للحصول على معلومات ودفع له أموالا. ما هي الأدلة على ذلك أستاذ؟ الرئيس ساركوزي تعرفنا عليه في فترة عندما كان وزير داخلية لفرنسا، وزارنا في ليبيا وأكثر مرة، واهتم به الإخوة في أجهزة الأمن، ورأوا أن في هذا الرجل لديه طموح وبالإمكان التعامل معه والتعاون معه في ذلك الوقت وفقا لل وكانت فرنسا تعد للانتخابات القادمة، وكان الرجل لديه طموح، فوجدنا ضالتنا في هذا الرجل الذي كان لديه طموح ولديه استعداد أن وأنا الحقيقة لم أحضر هذه، لم أكن طرفا في هذه المفاوضات، وإنما سمعت من الأخ معمر شخصيا عندما اجتمع به وهو وزير داخلية في ذلك الوقت. عندما خرج من الاجتماع كان ممنون جدا الأخ معمر، قال هذا الرجل قد يكون مفيد لنا في المستقبل في ونكمل خلال ولايته قيام الولايات المتحدة الأفريقية، أو حتى على الأقل الحكومة الأفريقية الواحدة، لنقطع الطريق أمام أي تدخلات أجنبية في هذا العمل. الرجل لديه طموح ومستعد، وقال علينا أن ندعمه ماديا وإعلاميا وسياسيا لكي يصل إلى هذا وهذا مكان. وفعلا الرجل تعاون معنا في فترات كثيرة، يعني تعاون معكم؟ نعم، عندما كان وزير داخلية كان يتعاون معنا مع الناس المسؤولين في الداخلية عندنا وفي الأمن، وعندما أصبح رئيس كان حقيقة متعاونا جدا، وأيضا التزم بكل ما تم الاتفاق عليه، ودعا الأخ معمر لزيارة فرنسا، وقضينا يمكن أطول قرابة الأسبوع في فرنسا، ونصبنا خيمتنا داخل القصر، وذهب الأخ معمر في رحلة الصيد داخل فرنسا في شسمه، واجتمعنا بكل الجالية الإسلامية والعربية في فرنسا حوالي 5000. بس الكلام ده في 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 في, في فرنسا تحديدا ينظر إليه أستاذ أحمد على أنه فساد مالي، يعني يتم تمويل حملة ساركوزي الانتخابية وأنه القذافي كان يمولها، يعني حتى فرنسا تحقق في هذه الوقائع وحققت فيها بالفعل، يعني شوف ده فساد مالي. يؤسفني أن أقول بأن الغرب منافق، نحن ليس ليبيا فقط تدفع، حتى دول الإفريقية تدفع، احنا على ماذا يتحدثون؟ وليس ساركوزي حالة استثنائية، معظم الرؤساء في الغرب يمولون من قبل ال يمولون؟ طبعا طبعا، كل انتخابات عندهم شفافية شديدة، ليس لا. هناك شفافية، كذابين. طبعا كلام في منتهى الخطورة في الوقت ده، يعني احنا طبعا كان الحوار ده اعتقد يعني بقاله سنة ونص او اكثر، يعني او سنتين يعني مش فاكر، لكن دلوقتي الكلام ده يعني يمكن ان يؤخذ كجزء من اي تحقيقات، يعني اعتراف واضح من السيد احمد قذافي الدم بانه فعلا نعم موله حملة ساركوزي الانتخابية، وقدم لهم خدمات سواء وهو وزير الداخلية قبل ما يتقدم لانتخابات الرئاسة أو بعد ذلك وهو رئيس لفرنسا، يعني فشوفوا ازاي تصنع العلاقات، يعني وشوفوا ازاي فجأة يتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم، وتكون فرنسا ساركوزية الأكثر دموية وحرصا على مش بس الإطاحة بالقذافي بل على قتله أيضا، يعني علامات استفهام كثيرة. لكن ساركوزي يخضع للتحقيق الآن، وتم إخلاء سبيله بعد احتجازه لمدة يومين بسبب أموال القذافي. هنطلع فاصل ونكمل معكم.